the bottom, living up the dreams that I've all came true. Now I'm trying to reach to the stars from the heavens, never giving up like they thought I do. Girl, I'm still trying to reach to the sky from the bottom, living up the dreams that I've all came true. Now I'm trying to reach to the stars from the heavens, never giving up like they thought I do. This is all I know. تخبريني أكتر عن ماجما جروب وشو بتقدم للعروسين؟ نحن ماجما هي عبارة عن زفة انترتينمنت، إن كان عربي إن كان باراد إن كان حتى شوات. أكتر شيء بيميزنا إنه نحن من اللي بنشتغل بالنار، يعني اسمنا ماجما يعني نار، بلشنا أصلا بالنار بين الشباب بين بنات بيلعبوا هولا هوبس يعني، ونحن أصلا عم ناخد الفكرة وعم نطورها بعد لقدام، يعني منا مثل كل الروتين يعني عم بيصير، عم نجرب يعني نعملها شوي مودرن خرج الشباب أكتر شوي. اوكي، وين مركزكم الرئيسي إذا حدا بده يتواصل معكم؟ نحن بجونيا أول شيء بأدونيس. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. خبريني اكثر عن ايجنسي شي مريم. بونسوار، يا هلا فيك. ايجنسي شي مريم، نحن عندنا مكتب هوستس، كل شيء بنات على الاستقبال بالعرس مثل ما شايفه. الحلو نحن عندنا انه العرسان بيقدروا يطلبوا الصبايا، بيقدروا يطلبوا اليونيفورم اللي بدهم اياه، الشعر كيف حابينه يكون، شيء مع ماسك، شيء بلا ماسك. حتى اليونيفورم بيكون نفس الشيء، شوز نفس الشيء. كمان نحن عنا المكتب بنعمل بيرث داي للاولاد، بنعمل ديكوريشن بالونز، بنعمل كثير اشياء مهضومه، بنعمل انيميشن كمان بالبيرث داي. يعني في افكار جديده متطوره عن غير ايجنسي بعتقد. ايه اكيد اكيد، خصوصا كرمال الهوستس البيرث داي بنعمل اشياء كثير مهضومه، اشياء غريبه حسب كمان العرسان شو بيطلبوا اشياء. وين مركزكم الأساسي؟ هلا نحن المكتب بعين الدلب، سيدة عين الدلب. وفي أوفرات بتقدمون للعروسين؟ بلا، نحن أكيد عنا أوفر. كل عرس بيتضمن أربع صبايا، إذا حبوا يطلبوا أكثر من أربع صبايا بنعمل لهم أوفر عصبية. أوكي ثانك يو، أهلا وسهلا فيك. يا هلا، تكرم عيني، أهلا وسهلا. بونسوار مستيو صابر. مرحبا، بونسوار. فيك تخبرني أكثر عن سمير ستوديو؟ هلا سمير ستوديوز، نحن ستوديو تصوير سوبر بروفيشنال، بنصور فل اتش دي و 4K، وعندنا تيم تصوير فوتو وفيديو كثير بروفيشنال. هل في أفكار جديدة هلا عم بتعرضوها على العروسين لما يجوا لعندكم، إنه غير إنه بس تصوير وفيديو وهيك؟ هلا في افكار كثير نحن عم نعرضها على العرسان، منها شيء اسمه بري ويدنج اللي هو قبل العرس بفتره معينه، بناخذ العرسان بنصورهم شيء بيكون سبور، ما بيكون شيء بالطقم وبالفستان وهيك، مثلا بننزل على البحر، بنطلع على الجبل، على منطقه هيك بنصورهم. كمان في عندنا اشياء عم نقدمها بقلب العرس خلال فتره العرس، عم نقدم لايف برينتينج سيرفيس اللي هو خلال فتره العرس بنصور المعازيم وبنطبع لهم الصور وبنقدمهم للمعازيم كسوفينير من العرسان للمعازيم اللي بالعرس. حلو. طيب وشو هن الاوفرات اللي بتقدموها؟ عندنا كذا اوفر وكذا باكيج، وشرفونا على الاستديو بتشوفوا شو في عندنا. علاء، اهلا وسهلا فيك معنا بقناه مسايا تي في. فيك تخبرني اكثر عن الستاند وشو بيتضمن للعروسين؟ نحن ذا اكسبرتس كيترينج، شركة كيترينج بتختص بكل شيء تنظيم للأعراس، للخطبة، سمبل دينر بالبيت، كل شيء ما يختص بالأكل والحلو والشباب والسيرفيس نحن بنقدم هيدا الشيء كله كان للعرسين أو لحيلا حدا بده يعمل عشاء عنده بالبيت، قادرين نحن نتكفل بكل شيء. طيب هل في أفكار جديدة بتقدموها؟ طبعا كل سنه بننزل عن سنه بافكار جديده، السنه الماضيه كنا نازلين بشيء غير، السنه نزلنا هلا مثل ما عم بتشوفوا بالستاند شيء شوي اكثر فينتج روستيك اللي هو اكثر شيء ترندي هيدا الايام، والعالم عم تحبه كثير، ترجع للشيء القديم السمبل شو اسمه. غير هذا الخيار عندنا كثير خيارات طبعا حسب شو العروس او شو العريس بدهم، نحن قادرين ننفذ. اكيد بتساعدوا العرسان يعني كيف بيتخذوا القرارات وهيك. طبعا طبيعي، نحن عندنا كذا مانيو قادرين نحن نستوعب جميع اراء العرسان اللي بدهم اياهم، هن شو حابين ينفذوا بعرسهم، نحن قادرين كمان نكون عم نساعدهم وعم ننفذ لهم عرسهم بالطريقه اللي هن بيشوفوها حلوه واللي مناسبه لهم ولنا بذات الوقت. حدا بده يتواصل معكم، وين مراكزكم الاساسيه؟ نحن بالمبدا الكيتشن بكفرحيم على الاوتوستراد الجديد وبعلي صوفر،
المكتب كمان بعلي، وفينوا يزورنا على الفيسبوك بيج The Expert Catering. The Expert Catering مثل ما مكتوبة، أرقام التليفونات والكونتاكت نمبر كلها موجودة على على الفيسبوك بيج، بالإضافة لكل الأفكار وكل الصور البوفيهات اللي نحن بنعملها موجودة كمان على البيج. هو سكراب بوكينج كونسبت، لأول مرة بلبنان بيكون في سكراب بوكينج. هي الفكرة أخذتها من أمريكا، أمريكا الكونسبت كتير معروف، سو أنا هون حبيت أجيبه على لبنان. الفكرة هي أنه من ألبوم وحدة بإيفنت واحد بنقدر نخلق ستوري، ستوري عن ويدينج، عن انجيجمنت، عن لتسي بروم أو بيبي شاور أو حيالة بيرثداي، بركة ماذرز داي أو فاذرز داي. سو كل شيء ميموريز أو كل شيء بيكتشرز أو شيء قصص صاروا معنا بهذا الإيفنت كلهم بينحطوا بهذا الألبوم، بينعملوا بطريقة هاند ميد. كل الماتيريالز اللي نحن بنستعملها ماتيريالز معمولة أصلاً لسكراب بوكينج، مثلاً البيبرز اللي بنستعملهم هن أسيد فري، ما بيأذوا الصورة، الألبوم بعيش كتير، بضل ميموري لبعدين لبعد كذا سنة. فيك تخبرينا عن الكولكشن الحلوة أكتر وعن التصاميم؟ هلأ مبدئياً الكولكشن شوي بعده شتوي، وعم نجرب كمان نعمل شيء للصيف، يعني إذا ملاحظة هلأ الألوان هيدي ألوان شتوية وهيدي ألوان صيفية، ونحن بنشتغل كمان شوي موديلات لمحجبين مثلا اذا بدها بكم بدها تبطن تغير اللون، هودي كلهم شغلنا، كله شغل لبنان، فبنعملها للزبون اللي بده اياه، يعني حسب طلب الزبون. ايه اكيد حبيبتي اوردر. طيب الشغل اللي بتطلعوه مانيوال ولا كله مكانات؟ هلا في شيء مانيوال وفي شيء مكانات، مثلا عندك مثل هالامور هيدي هولي اكيد بالايد، مثلا مثل الاستراسات الخرز هودي ما بنشغله مكنه. ايه لاحظت انه شغلكم كثير دقيق ومرتب. ايه نعم. ايه نعم، يعني مثلا عندك قطعه مثلا المشكوكه بتاخذ شهر شغل هيدي، وفي اشياء ثانيه بدها مثلا 15 ل 20 يوم اذا بتغير لون بدها تعدل فيه للقطعه. ايه هيك. وين مركزكم الأساسي؟ احنا ببيروت بفردان، منطقة فردان ببلازا 1. صفا بونسوار وأهلا وسهلا فيك بقناة مسايا تي في. بونسوار، يا هلا فيكم، تشرفتوا. فيك تخبرني أكثر عن المعرض وشو بتقدموا للعروسين؟ نحن هون شركة فيلم لاين برودكشن، بنقدم كثير عروضات، هلا سبيشالي بالمعرض عم نقدم ايدياز جديدة من ضمنها بري ويدنج سيف ذا ديت، عم بيكونوا أوفرز مع أي أوفر عم بيتاخذ من عنا. نوعية شغل جديدة براتيكلي وتكنيكلي بالشغل تبعنا، كان فوتوغرافي ولا فيديوغرافي. هل بتدمجوا بين الأفكار الغربية والعربية ولا بس في مثلا فكرة غربية خلص بتتاخذ هيدا الموقف ولا كيف؟ هلا نحن أكثر شيء العالم عم بتحب الغربي. الغربي هلا صار عم بتتضمن ايدياز أفكار، العالم عم بتروح على الشيء الغريب، ما عم تحب الروتين، يعني نحن العرس اللبناني تراديشنال لبنانيز العالم صارت عم تهرب منه من بلانر لتصوير. سو عم بتروح العالم على السمبلسيتي اكثر من اللي يكون الـ الحركات الاوفر، يعني بالفيديوز مشاهد سريعه بطيئه كذا، صار العالم عم تروح على مطرح يبين فيه يعني جمال شغلهم جمالهم هن اكثر من يكون عجقه شغل. اوكي، وين مركزكم الرئيسي اذا حدا بده يتواصل معكم؟ إيه، نحن مركزنا ببيروت على اساس، وعندنا مركز ثاني اكيد باقليم الخرو، بس المركز الاساسي هناك، بنشتغل نحن بفول برودكشن فروم اوديو تو لفيديو. اهلا وسهلا فيكم، بس تخبرينا اكثر عن الستاند والافكار الجديده اللي عندكم. نحن فينيو صرنا هي ثاني سنه فاتحين، هي بمنطقه تفاحتا، هي بتتميز هالمنطقه انه سايرة بوادي وحواليها جبال كلها وفيها مزرب هواء، صيفا شتاء ما بينقطع الهواء، يعني هيدي ميزتها عن غير فينيو انه بعز دين الصيف بتلاقي الهواء رطب ونعش، يعني عشية بدك هيك شيء خفيف تحطي يعني بتبردي. ونحن هلا كوننا جداد ما عم نفرض على زبون اي شيء، نحن منأجر الفينيو مع الموتور، واللي بحب عنا باكيتشز تاعنا، نحنا عنا الويدنج بلانر وعنا الاكيب تاعنا، فاللي بحب هو بيطلب، نحنا شو بيقولوا يعني شو بحب الزبون نحنا تحت امره، يعني حسب ذوق الزبون. لانه هلا بتعرفي في ناس بحبوا مثلا الكرسي البلكسي، ناس بحبوا الكرسي الفينتج، حسب هو شو بيطلب، ساعتها بنعمل الديل نحنا وياه، بنقول له الباكيتشز قديش، واكيد بنقدم تصوير وفاير ووركس واكل وكيترينج، وممكن يقول لي انا بدي اجيب الكيترينج، انا ما بجبره للواحد بكيترينج.
فهو على ذوقه. نحن شركة اسمها ليفانتو، بنهتم بكل شيء from A to Z، من تصوير لزفة لورد لديكوريشن، حتى من رافع الأرسام من أول ما يبلشوا ميتينج معنا، من أول ميتينج معنا لآخر السهرة بنكون مرافقينهم بكل شيء، بنساعدهم بكل الأفكار، بناخد منهم الفكرة اللي عندهم إياها ونحن منطورها. عاملين سبيشال أوفر، عندنا كذا باكج، عنا سيلفر وجولد وبلاتينوم، كل وحده في لها كوست معين، واكيد نحن كثير فلكسبل باسعارنا وبنروح معهم للعرسان للاخر، يعني ما عندنا مشكل بالنسبه للاسعار. هلا نحن فرقه بيارق فلاش موب، نازلين كمان از تشارمينج ويدنج فرنتشر. هيدا الستاند هو عم نحضر عن الزف، عم نخبر عن زفه، وهيدي الزفه هي لنا تقريبا حوالي 9 سنين بالسوق، واكيد بنقدم كل انواع الزف وكل الافكار. وهلا عاملين شيء ديزاينات بالطاولات والكراسي والزينه. الطاولات والكراسي مثل ما عم تشوفي هلا عم نعمل شيء خاصه بالهاند ميد ديكوريشن، يعني بنعمل طاولات نحن بنعملهم، وهي التفاصيل. اوكي، بالنسبه للاسعار فيك تخبرني اكثر عنها؟ هلا بالنسبه لنا نحن كزفه ما في شيء معين، ما فيك تيجي اليوم العريس بتيجي تقولي له شو بدك، بيقول لك هو عندي هيدي الباكج بدي اشتغل فيها. نحن قادرين نشتغل مع العرسان بكل الباكجز، اكيد ضمن كواليتي معينه يعني ما فينا ننزل عنها. يعني انا اليوم بدي اقدم لهم العرسان شيء جديد، طب هيدا الشيء الجديد بكلف، ما فيك تيجي تقولي لهم عندي باكج هالقد من هون لهون. بذات الوقت نحن بنراعي الظروف العالم اكيد، لانه وضع البلد بتعرفي من وضع مستقر، وفي اكيد تتراوح النسب بين العالم. يعني اليوم في عندك ناس بتيجي خالصه بتقول لك انا بدي اعمل هيدا الشو وهيك شايفته عندكم مثلا او عند حدا تاني، فنحن على هيدا الاساس بنقدر نسعر، ما في باكج معينه واضحه لكل العرسان نقدر نعطيها. هل العرسان بيجوا بيقولوا لك انه نحن هيك بدنا، ولا انتم بتعطوهم افكاركم الجديده؟ هلا اكيد في افكار جديده، كل سنه بنعمل افكار جديده. وهلا السنه نحن كبيارق فلاش موب، نحن مثل ما بتعرفي اللي راقصين بدعايه الديوتي فري بمطار بيروت بال2009، وكمان كنا بصيدا مول تقريبا من حوالي اسبوعين، كنا عم نحضر للصال، عملنا كمان فلاش موب بصيدا مول، كان هيب هوب ستايل انجلش شوي. هلا عم نحضر كمان اشياء جديده، عم نحضر لفيديو كليب هيدا حصري لكم، عم نحضر قريبا ان شاء الله بشهر 3 حيكون عم ينعرض، واكيد بشرفنا نتعاون معكم اذا بتحبوا. وهيدا العمل حيكون كثير قوي، حيكون في ممثلين كمان موجودين، فنانين، مش بس العمل خاصه بالفرقه. ونحن اوريدي بنعمل كمان فيديو كليبات مع مطربين، يعني منا محصورين كايفنت زفي بيور، لا بنشتغل اكثر من زفه. مثل ما لاحظتوا مشاهدينا، معرض لا سال دائما بيقدم لكم افكار غنيه ومتنوعه بتهتموا لها. تابعونا بحلقه جديده بافكار جديده وغنيه. باي باي.